وغسل سائر الجسد يستحب فيه أمور. نحن قلنا الأمر الأول أقل ما يسمى غسلا ما هو؟ قبل قليل قلنا إمرار الماء، وعلى ذلك فإن المسح ماذا؟ لا يجزئ. طيب ما الذي يستحب في الغسل؟ قالوا أول ما يستحب في غسل سائر الجسد أنه يستحب أن يكون فيه دلك لإزالة الوسخ إن كان هناك وسخ أو عرق ونحو ذلك. والمستحب في الدلك ألا يكون بيد، لماذا؟ لكي لا تمس البشرة بشرة، وإنما كما فعل علي رضي الله عنه بأن تجعل خرقة أو فوطة فيدلك بها المغسل يدا أو جسم الميت. كذلك أيضا يستحب أن يغسل جسد الميت 3 مرات وهي أقل الكمال، أو 5 أو 7، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن غسل بنته غسلوها اغسلوها 3 أو 5 أو 7، فيستحب الزيادة، والواجب إنما هو 1، وأما الزيادة فإنه سنة. فيستحب 3 غسلات ويستحب 5 ويستحب 7. مما يستحب أيضا أنه يستحب أن يجعل مع هذا الغسلات جميعا، الصحيح أنها في الجميع 7، أن يجعل فيها جميعا ما ينظف الجسد، وهو ثفل الصدر، حثالة الصدر تحت، فيجعل فيها غسل. والصدر هنا قلنا ماذا؟ إنما هو منظف. فلو أراد امرؤ في بلد ما مثلا، بعض الناس سبق أن كلم الناس في أوروبا يقول ما نعرف الصدر، ما الذي نجعل مكانه؟ نقول نجعل المنظفات التي لا تؤذي الميت، فيغسل مع كل غسلة بثفل الصدر من باب تنظيف جسده. ونحن قلنا إن المسلم يستحب له في غسل الجنابة أن يغسل جسده بمنظف، لحديث أوس بن أوس الحدثاني من غسل إيش واغتسل، أي غسل سائر جسده وغسل رأسه بمنظف ونحوه. يقول أهل العلم إذا جعل ثفل الصدر مع الماء فإنه يغسل بعده الماء لكي يزيله، لابد أن يأتي بعده ماء لكي يزيله مع كل غسلة، تجعل الأولى ثم تجعل ماء لكي تزيله، وهكذا في 7 أو في 5 أو في 3 جميعا. مما يستحب أيضا، مما يستحب أنه يجعل في الغسلة الأخيرة 3 أو 5 أو 7 إن شئت، أنه يجعل معها كافور. والكافور إنما جعل لتغسيل الميت لمقصدين، لفائدتين. الفائدة الأولى جعل ليستخدم طيبا، هنا يستخدم طيب، فإن العرب قديما كانت تستخدم الكافور طيبا يسيرا، مثل الآن بعض الأطياب التي تجعل الجسد. والأمر الثاني أن الكافور يشد الجسد، يشده، فلذلك استحب فقط في الغسلة الأخيرة أن يكون فيه كافور، وهو الذي تكون فيه الرائحة. مما يستحب أيضا كما يستحب للحي أن تنشف الأعضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اغتسل من جنابته كان ينشف أعضاءه، ينشفها بخرقة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما توفي عليه الصلاة والسلام وغسله الصحابة نشفوا أعضاءه، نشفوها، مما يدل على أن تنشيف الأعضاء هنا سنة وليس واجب، نعم هو سنة ومشروع، التي قال العلماء أنها ليست بسنة لخارج موضوع الجنائز. من العلماء من قال إن الوضوء المعتاد، شوف ليس الغسل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تنشف، من العلماء من قال إن الوضوء لا يشرع، ليس معناه أنه ممنوع، لا يشرع فيه التنشيف، ودليلهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة إذا توضأ وأحسن الوضوء خرجت ذنوبه مع آخر قطر الماء، فقالوا يستحب أن تترك الماء يتقطر. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توضأ، شوف ليس غسل، عندما توضأ أتي بخرقة فردها عليه الصلاة والسلام، فلم يعني ينشف أعضاءه. فلذلك قال بعض أهل العلم إنه يعني يستحب في الوضوء عدم التنشيف، ومن أهل العلم من قال لا، إن هذه من الأفعال العادات، أن النبي صلى الله عليه وسلم تنشف من الجنابة ولم يتنشف من الوضوء، فدل على أن أصل الفعل ليس له استحباب من عدمه.